كيو. بس لا ولا إلا حبك واللي قلبي روح لقلبه. بس لا ولا إلا. ألو. أيوة مين؟ يعني ما عرفهاش شيء؟ لا يا فندم مش واخده بالي. لا ده انا كده زعل قوي، لان ده معناه ان ما حصلش كيمياء بينا. لا كيمياء ولا فيسيا ولا حتى جبر. اه حضرتك المدرس يا بابا؟ ده المدرس بتاع وائل اخوي. وائل ايه وابوك ايه؟ انا عارف زين ان ما عندكيش خوات يا ابو، يعني نسوان البنادر، يعني معقول ما حساش من بيكلمك؟ مين معايا يا فندم؟ صوت حضرتك مش واضح. انا مناع، مناع لحوايطي اللي جابلتك النهارده، ومن ساعتها خلصنا الحساب لحضرتك وكله تمام. ممكن اعرف عرفت نمره موبايلي ازاي؟ بس هو ده اللي يهمك؟ ايوه طبعا يا فندم. الموبايل المفروض شخصي جدا وملوش اي علاقه بالشغل، ولا بعد اذنك يعني بالناس الاغراب. وانا غريب برضك، اعتبريني يا ستي والد خالك ولا حتى اخوك وائل. خدي ودي شويه في الكلام وطول بالك يا بوي. ده انا كنت فاكر الصعايده بس اللي كده، طلعت انت وقر من الصعايده. على فكره انا صعيديه حضرتك، امي من بحري لكن ابوي صعيدي، وما يرضاش ان بنته تتعاكس في التليفونات زي المراهقين، واظن ده ما يرضيش سعادتك. هو مش سعادتك صعيدي برضك؟ يا ساتر اهدي بامور وهب في وشي. يا ست اسمعيني، طب اقول لك انا اسف، النمره غلط. ها غلط ازاي يا فندم؟ اذا كان حضرتك عارفني وانا عارفاك وبقالنا نص ساعه بنتكلم على التليفون مع بعض. ما انا بحاول افهمك مش عارف. عموما اسمحي لي اكلمك بعد شويه لما تهدي. حضرتك انا في منتهى الهدوء، حضرتك اللي مش عارف توضح سبب المكالمه ايه، وبعدين انا سامعه صوت اكل وشرب وناس، يعني حضرتك مش عارف تحترم خصوصية اللي انت بتكلمها. الو مش سامع حاجة. انسة نورهان، هو الخط انقطع ولا ايه؟ بس انا سامع حضرتك كويس. مع السلامة يا استاذ مناع. يا ابوي والله اتبهدلت يا مناع. اسم الحب شافوا أسير. إيه اللي جابك هنا؟ أنت لسه ما سافرتش الناجي عليه لغاية دلوقتي، المفروض تكون هناك عشان الطلبية. أنا عارف شغلي زي اللي منظم حياتي، وياريت تقوم دلوقتي، الحكومة حاطة عينها عليا من ساعة ما اشتريت المزرعة. الأسعار الجديدة اللي طلبتها أزعجتنا جدا، وكان لازم أجيلك عشان أعقلك أو أكشفك. ما احبش الاسلوب ده، لاني ما بتهددش وكلمتي واحده، او طول عمري بعمل شغلي من غير ما حد يمسك علي حاجه، ولا في ثغره تقدر الحكومه تخش لي منها. بلاش تكون انت الثغره دي وتضطر انا اسدها. ثغره؟ قصدك ايه؟ عايز تخلص مني؟ انا في الشغل ما اعرفش ابوه. قوم فز دلوق، ويا ريت تعمل نفسك بتشبه علي ولا حاجه، وما تعملهاش تاني يا بنيامين. والله كبرت يا مناع وتعلمت تهدد. الظاهر انت اللي كبرت وخرفت وجاك زهرمر، ونسيت من هو مناع حسان الحويطي، اللي لو في اي مخلوق مس امنه وسلامته بينمح من على وش الارض. اوكي انا هستلم منك البضاعه في نفس المكان والزمان، وهيكون لينا حساب بعدين. احلى ورق عنب يا مناع بيه. هو مين ده؟ ده واحد كان بيشبع علي، ما تشغلش بالك انت يا جابر. رجبه اللي جاب ابوك، سددت نفسي. انا شايف ان كلام عم حسام معقول، وانا موافق على كل طلباتهم، حتى لو هبني لهم بيت جديده. والله تعال احضرنا يا كبير البندريه، لعلك وعيت وفقت. تعال قول رأيك في الحديث اللي بيقوله ولدك. حسان طلع من ورطته قدام أهل النجع وورطنا احنا. طب وليه ما اتجوزت نسمة ومناع اتجوز زين أختي؟ كأنك اتجنيت يا أما. عايز بنت حسان تيجي تعيش وسطينا
وتعرف أسرارنا وعيوبنا وتنقلها لأهلها وناسها. من أختي كمان هتعيش وسطيهم وتعرف أخبارهم وعيوبهم وتنقلها لأهلنا وناسنا. خلص مناع كبير عليها وأختك لسه صغيرة. أما ليش شرطت إنها تتجوز مناع مش بكري ولد ناجي؟ عمك حب يحط العقدة في المنشار زي ما بيقولوا. كم فاهم إن عيلة حسان هتستخسر مناع في بيتنا. وما دام مناع زين ليه ما يتجوز أختي؟ أختك محجوزة الولد سعفان، وبعدين إحنا ما عندناش بنات تتجوز برا العيلة. طب ما تسأل أختي، ما يمكن توافق على مناع. تقعد يهمة، ما عندكش إحساس عديم النخوة؟ عايز أختك تترمي في بط ولدهم؟ أنت إيه مش هيران عليها وعلى عرضها؟ ما هي نسمها تترمي في باطي وكله بالحلال وشرع ربنا. قلت لك أختك الولد عمك. أنا بفكر أرد عليهم وأقول لهم ما عندناش بنات للجواز. ما فيش غير جميلة بنت سعدون اللي كان أبوها عشمان يجوزها لك. ياك كنت فاكر إنهم هيوافقوا إن أنا أتجوز نسمة قصاد إن مناع يتجوز جميلة؟ طبعا مش هيوافقوا، لأن حسب الاتفاق اللي اتفقتم عليه بنت الكبير قصاد بنت الكبير، يعني نسمة قصاد زينة. وما دمت أنا موافق وهم موافقين يبقى خلاص نتمم الجوازة. قلت لك زينة مربوطة بولدي. أنت يا عاد ما هتفهمش؟ الاتفاق ده باطل من أساسه. ليه؟ أفهمك ليه؟ أي اتفاق بين عيلتين لازم يبقى بين الكبارات، وأنا كنت مؤنون. عمك دياب هو اللي اتفق. يبقى الاتفاق ده أساسا باطل. وتصغرني قدام أهل الناجح يا ولد أبوي. معلش يا أخوي، معلش. تحمل النبادي عشان نوصل لمرادنا. بعدين ما تنساش فيه اتفاق قبل سابق انت عملته وانا وافقت عليه. معاك حق، كلها ايام وتنفذ الاتفاق التاني ونبقوا اسياد الناجح. يعني ايه؟ يعني مش هتجوز نسمة خلاص؟ اذا كنت عايز تتجوز عليك وعلى جميلة بنت عمك سعدون، احنا ما بنطلعش بناتنا بره. لا يا بوي، خلاص يا عمي، لا بره ولا جوه. أنا طالع أنام، بلا جواز بلا خوته. أهم لك أنا كبير وأروح أطمن على الرجالة وهم بيشاونوا الحشيش. بلاش يا دياب، بلاش تروح تجر شكلهم. تعرف قهرة حسان هي اللي بتوزن وتشاون. لا لا كبير، لازم يعرفوا إن من حقنا إن إحنا نتمموا عليهم.